الآن أمام رئاسة جامعة إدلب، حيث نظم عدد من الطلاب وقفة احتجاجية للمطالبة بالترفع الإداري. طبعا كان هناك نظام سلاسة فصول هذا العام مما أرهق عاتق الطلاب، وطالبوا بإعادة نظام الفصلين أيضا والترفع الإداري. لمزيد من التفاصيل نلتقي مع أحد الطلاب في هذه الوقفة. السلام عليكم، نحن طلاب جامعة إدلب، عم نطالب بالترفع الإداري. عملوا نظام فصلي، الطلاب ما بدهم اياه. هالنظام الفصلي صار شبه انه غصب على الطلاب. نحن طالبين الترفع الإداري على 6 مواد. بإذن الله نحن عم نطالب دكتور أحمد أبو حجر مشان يلبي دعوتنا هيدي، وإن شاء الله إن شاء الله يلبي الدعوة. طيب شو أثر إنه يبقى الترفع على 4 مواد؟ ليش بدكم إياه على 6؟ لأنه في طلاب، مثلاً طلاب ما عندها قدرة تجي، ما عندها قدرة تدفع قصة كل سنة بسنتها. في طلاب كمان واقف ترفعه على مادة واحدة، يعني حرام حرام، هالشي ما بيجوز والله. يعني إذا طالب واقف ترفعه على مادة واحدة يعني حرام، لازم يمشوا له وضعه ويعملوا ترفع على 6 مواد. هذا رأينا وهذا حقنا، يعني هذا الشيء موظفنا. احكينا بالنسبة للأقساط. للأقساط للطلاب المستجدين عم يرفعوا الأقساط، للطلاب اللي في حال الطلاب هي رسبة ما صار ترفع إداري، الطلاب هيدا كلها أغلب الطلاب ما مع قسط ترجع تدفع. يعني المعيشة صعبة ووضع الطلاب مبين، طلاب الجامعة وضعهم سيء جدا. نلتقي أيضا مع أحد الطلاب المنظمين لهذه الوقفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرجنا اليوم نحن المطالب بحق قرار الترفع الإداري. يعني نحن اليوم مثل ما بنعرف أن طلاب الجامعة هني عم بيواجهوا كثير مشاكل، من ضمن هاي المشاكل أن الطلاب هني معظم الطلاب عم بيشتغلوا مشان يساعد أهلهم بوضعهم الاقتصادي مشان يأمنوا أقساطهم. فما من معقول مثلا طالب حمل مادة أو مادتين زيادة يضطر يعيد السنة كاملة ويتحمل أعباء اقتصادية وأعباء نفسية، ويضطر أن يتأخر عن مستقبله سنة كاملة. يعني معظم مثلا الطلاب حاملي مادة زيادة 5 مواد لنفترض، وخصوصا كمان طلاب التخرج، يعني راح يتأخروا عن تخرجهم سنة كاملة لهذا السبب. إذن كما سمعنا الطلاب وحديثهم عن الترفع الإداري وأثره على الطلاب، وخاصة ممن هم في قيد التخرج. من أمام رئاسة جامعة إدلب، سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم